من مركز فرانس فاندرلخت ببرج حمود بتكفل الهيئة اليسوعية بلبنان مسيرة ورسالة الأبونا فرانس بروحيته وإصراره وإيمانه. من سنة 2013-2014 بيأمن هالمركز مساحة آمنة لأفراد المجتمع عموماً والأطفال والنساء خصوصاً من خلال برامج ومشاريع مختلفة أهمها بمجال التعليم والدعم النفسي والنفسي الاجتماعي. فريقنا بيتكون من مختصين بيجتمعوا على الإنسانية وعلى حبهم للآخر. كفريق عمل منقدم دايماً أحسن ما عنا لخدمة المجتمع، وكل شخص منا حريص على استمرار هالمسيرة. حالياً منقدم خدمات تعليمية ل 500 بنت وصبي بين عمر 5 و 17 سنة. بذات الوقت تلاميذنا وأماتهم وبياتهم وإخواتهم كلهم بيستفيدوا من برامج الدعم النفسي والنفسي الاجتماعي الشامل. برامجنا كمان بتستقبل الولاد يلي عندهم صعوبات تعلمية وبتقدم لهم الخدمات المطلوبة لدمج فعال بالمدرسة وبالحياة، وهيدا الشيء كان شيء كتير مهم عند أبونا فرانس. بنشتغل كمان بمركزنا الاجتماعي تنخلق مساحة آمنة لكل الناس، بالأخص للسيدات اللي هن بأكتر حاجة، تنحسن لهم حياتهم ومستقبلهم، بالتالي نقدر نحسن حياة ولادهم وعيالهم. نحمل بمركزنا قيم ومبادئ الأبونا فرانس ومننقلها للأجيال الجاية تنكفي الرسالة الإنسانية يلي فدى حياته كرمالها.